شخص طوموبيل لا 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 أول فاسك اليوم إذن متتبعين موقع طنجة نيوز، كنتم مع النقل المباشر لحالة من الفوضى بالقرب من ملعب طنجة الكبير. خسائر مادية كبيرة، مجموعة من السيارات تم تكسيرها وعدد منها تم قلبها. إذن سنعود للتفاصيل في موضوع اللاحق، والأعمال الشغب لازالت مستمرة في محيط الملعب، وإصابات كما تشاهدون الآن في الصورة، إصابات في الطرفين، رجال أمن وأشخاص